أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها اليوم للحديث عن المختطفين في سجن بير أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن. قالت رابطة أمهات المختطفين في عدن أن المعتقلين في سجن بير أحمد يواجهون الموت البطيء في ظل انطفاء التيار الكهربائي وتقليص الغذاء وتفشي الأمراض والأوبئة. وأفادت الرابطة بأنها تلقت بلاغات من داخل السجن تفيد بنية المعتقلين الإضراب الشامل عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها. وطالبت الرابطة المنظمات الدولية والصليب الأحمر بالسعي إلى مساعدتها في العمل على إنقاذ المختطفين والمعتقلين وإطلاق سراحهم. اليوم سنتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أوضاع المختطفين في سجون بير أحمد بالعاصمة المؤقتة عدن، وموقف الحكومة والمنظمات الأممية والدولية من استمرار اعتقالهم دون محاكمة. قبل أن نبدأ باستقبال الضيوف نذهب لمتابعة التقرير التالي. دون تهم واضحة أو محاكمات، لا يزال مئات المختطفين والمخفيين قسرا يقبعون في سجن بير أحمد في العاصمة المؤقتة عدن الخاضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. قصص كثيرة تحكي واقع المخفيين وعذاباتهم خلف القضبان، لكن هذه المرة تبدو حياتهم مهددة بالموت بشكل أكبر بعد أن عمدت الجهات القائمة على السجن إلى قطع الكهرباء وتقليص الوجبات الغذائية في وقت يعاني فيه معظم المعتقلين من الحميات والأمراض المختلفة، وفق بيان نشرته رابطة أمهات المختطفين. الرابطة أضافت أنها تلقت بلاغات تؤكد أن المعتقلين في سجن بير أحمد يواجهون الموت البطيء داخل الزنازين، معلنين عن نيتهم بدء إضراب شامل عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها. ومثل كل مرة تجدد الأمهات مطالباتهن بالإفراج عن أبنائهن المعتقلين، ولا صدى يسمع لصراخهن أو مناشداتهن، وهو الأمر الذي دفعهن إلى تحميل الجهات المسؤولة عن سجن بير أحمد كامل المسؤولية عن حياة أبنائهن، مطالبات بسرعة الإفراج عنهم. وفي الوقت الذي جددت فيه الرابطة دعواتها للمنظمات الدولية والمحلية والصليب الأحمر الدولي للسعي من أجل إنقاذ حياة المعتقلين، يرى مراقبون أن تجاهل المطالب الحقوقية والإنسانية للمعتقلين لا يكشف عن عجز الضمير الإنساني والأدوات الدولية في وضع حد لهذه الانتهاكات فقط، بل ويشجعها على الاستمرار في ذلك مستقبلاً. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من القاهرة المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان سيد وليد العبارة. مرحبا بك سيد وليد. معتقلين لأعوام في سجون أو في سجن بير أحمد في عدن، من يتحمل مسؤولية استمرار اعتقالهم بهذا الشكل بدون محاكمة؟ سيد وليد هل أنت معي؟ هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بوليد الأبارة المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان، سنحاول تجديد الاتصال به ونعود لنذكر مشاهدينا الكرام بموضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج زوايا الحدث، خصصناها للحديث عن المعتقلين في سجن بير أحمد في العاصمة المؤقتة عدن، ومناشدة رابطات أمهات المعتقلين مرة أخرى لإطلاق سراح المعتقلين في سجن بير أحمد، وأيضا حديث الرابطة عن استلامهم بلاغات من داخل السجن تفيد بنية المعتقلين لإبداء إضراب شامل على الطعام احتجاجا على الأوضاع السيئة والمعاملة السيئة التي يتلقونها داخل السجن، خاصة في الأيام الماضية أو في الفترة الحالية تزامنا مع انتشار الأوبئة والأمراض في عدن وداخل السجن، وأيضا قول البعض بأنهم ربما نعم. إذا نذهب لفاصل قصير ثم نعود.
إذا عودة إليكم مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من إسطنبول الأستاذ ياسين التميمي. مرحبا بك سيد ياسين. إذا تتجدد مناشدات واستغاثات من رابطة أمهات المعتقلين، وخاصة فيما يتعلق سجن بير أحمد في عدن. من يتحمل استمرار هؤلاء المعتقلين في هذا السجن بدون تهمة، بدون محاكمات، وبهذا الشكل التعسفي؟ يعني عدن اليوم تخضع لعصابة مسلحة خارجة على النظام والقانون مدعومة من التحالف، وبالتالي الحديث عن مجلس الانتقال اليوم مضيعة للوقت. نحن أمام قوة عسكرية مسيطرة بشكل كامل في عدن، هي قوات التحالف وبالذات القوات السعودية ومن خلفها القوات الإماراتية. هؤلاء هم الذين يتحملون المسؤولية الأخلاقية عن استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، خصوصا أنهم معتقلون بلا محاسبة، معتقلون بلا محاكمة، معتقلون بدون أي مرجعية قانونية، بدون أي مرجعية دستورية. هؤلاء وضعوا في سجن العصابة، وبالتالي هم اليوم عرضة ليس فقط للاضطهاد والظلم والتعذيب الذي عهدناه من خلال السنوات الماضية، بل اليوم هم معرضون لأخطار أيضا عميقة مثل التعرض لوباء كورونا. وهذه مسألة أصبحت يعني تحت الاهتمام العالم في هذه المرحلة. إذا لم يتحرك هؤلاء اليوم الذين يسيطرون على الانتقال وكلمتهم ماضية على الانتقال، إذا لم يتحركوا اليوم باتجاه إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها يمنيون محترمون ظلموا وعذبوا وشردوا واعتقلوا بدون أي مسوغة قانونية، فأعتقد أن الجريمة تلحق بهؤلاء، لأنهم هم الذين يسيطرون عسكريا وأمنيا على مدينة عدن. حتى لو قالوا غير ذلك، لأن المجلس الانتقالي يحتكم بشكل كامل لإرادة الإمارات، يحتكم بشكل كامل لإرادة المملكة العربية السعودية، رئيسه موجود الآن في الرياض، وبالتالي هذه الانتهاكات تتحمل وزرها المملكة العربية السعودية والإمارات بشكل خاص. نعم سيد ياسين، إذا كما تفضلت أنه هذه المكونات السياسية التي تسيطر الآن على القرار في عدن، واضح وجلي من يقف وراءها ومن يدعمها كما تفضلت، السعودية والإمارات. إذا لماذا الصمت؟ لماذا هذا الصمت الدولي من كل ما يحدث، خاصة في موضوع المعتقلين والمختطفين؟ مشكلتنا أيضا في السلطة الشرعية التي يفترض أن تتحرك أيضا أو تنبه أو توجه رسائل، لأنه وزير حقوق الإنسان للأسف الشديد متواطئ مع المجلس الانتقالي ويغطي على سلوكهم وعلى تحركاتهم، وتابع الناس جميعا كيف أن هذا الوزير تورط في تكريم شخص له ضلع في اعتقال هؤلاء وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم، وهو شلال شائع. المشكلة اليوم هو أن المجتمع الدولي ينظر لليمن من خلال السلطة الشرعية، والسلطة الشرعية للأسف الشديد تقاعست عن القيام بمهامها، صدرت إرادتها في المملكة العربية السعودية، لم تعد تستطيع أن تعمل شيء. لكن عندما نقول بأن المملكة العربية السعودية والإمارات بما يمتلكون من إرادة وقدرة على السيطرة على الذين يتحكمون حاليا بمدينة عدن، فأنا أقصد تحديدا هو أن المجتمع ينبغي أن يصرخ الآن بوجه هؤلاء، بوجه الرياض، بوجه أبو ظبي التي تورطت ودعمت كل هذه الجرائم وكل هذه الانتهاكات بحق الإنسان في المحافظات الجنوبية، ورأينا كيف بالغوا في إظهار أن هؤلاء لهم انتماءات متطرفة إلى آخره، ليثبت أن الذي قام بكل أعمال القتل والجرائم التي سجلت ضد مجهول كانت هذه العصابات التي تعتقل أشرف الناس في السجون، ومنها بطبيعة الحال بئر أحمد. إذا المجتمع الدولي المفروض الآن ينصت على الأقل لأصحاب الحق، لرابطة أمهات المعتقلين وزوجات المعتقلين، هذه الرابطة التي تضم المعذبين في الأرض الذين ما فتئوا يعقدون الوقفة للإضاءة على معاناة ذويهم في السجون. على المجتمع الدولي أن يصغوا، المنظمات الدولية عليها أن تصغوا، المنظمات أيضا المحلية اليمنية، خصوصا المنظمات التي تتخذ من مدن عالمية مقرا لها، ينبغي أن تكرس جزءا كبيرا من وقتها
وهذا ما كنت سأتي لسؤالك عنه سيد ياسين. أنت ربما تطرقت لموقف الحكومة ربما المقيد ومسلوب القرار، ولكن هنالك مئات أو ربما آلاف المنظمات المحلية التي أسست باسم هؤلاء اليمنيين وتتحدث باسم هؤلاء اليمنيين، كما تفضلت مقراتها في دول أوروبية ودول قريبة من المنظمات الدولية. ما الذي يمكن فعله؟ كيف يمكن لهؤلاء المنظمات أن تتحرك؟ هناك منظمات تعمل ما بوسعها، يعني ولا يسعنا ذكرها جميعا، لكن مثلا منظمة سام، يعني لا يسع المرء إلا أن يشيد بما تقوم به، لكن السلطة الشرعية طالما وهي مقيدة وهي مكبلة عليها أن تهتم بهذه المنظمات، عليها أن تدعم هذه المنظمات ماليا لكي تطور قدرتها على الحركة وعلى ورسالتها على الوصول إلى المجتمع الدولي. في نهاية المطاف هناك معايير تتبعها هذه المنظمات في رفع التقارير وفي الإضاءة على الانتهاكات، معايير فارمة وتقتضي النزول الميداني والاستقصاء ومقابلة ذوي الضحايا إلى آخره إلى آخره، وكل هذه أعمال بطبيعة الحال تحتاج إلى تمويل. السلطة الشرعية تتخلى عن أدواتها المهمة كالمنظمات الحقوقية هذه، ودائما تضيء أو تدعم منظمات تم استزراعها في الرياض ومهمتها هي تحسين صورة التحالف لا أكثر. يعني المنظمات التي زرعت في الرياض والتي أنشئت في الرياض تركزت مهمتها كيف أنها ترد على الاتهامات التي تطال التحالف نتيجة القصف الذي يطال المدنيين لآخره، لكن نسيت مهمتها الحقيقية وهو أن هناك انتهاكات يعني فظيعة يتعرض لها الإنسان اليمني من قبل العصابات المسلحة وفي مقدمتها العصابات المدعومة من الإمارات والمملكة العربية السعودية في المحافظة الجنوبية وفي غيرها من المحافظات الأخرى. هذه المنظمات تحتاج إلى دعم لكي تقوم بدورها، ومع ذلك عليها أن تقوم بهذا الدور مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعوبة. نعم، شكرا لك سيد ياسين التميمي. مشاهدينا الكرام، معنا الكاتب والمحلل السياسي محمد الأحمدي. مرحبا بك سيد محمد. دائما ما تتكرر الدعوات من قبل المنظمات الدولية والجهات المعنية بالوضع في اليمن للمطالبة بجميع الأطراف المحلية بالإفراج عن المعتقلين، خاصة مع دخول أزمة كورونا وجائحة كورونا، ودائما ما تكون هنالك ردود فعل بالاستجابة. إذا ما الذي يعرقل الاستجابة الفعلية لهذه الدعوات؟ تحية لك والمشاهدين. الحقيقة ما يتعلق بملف المختطفين والمعتقلين تعسفيا والأسرى، أحد القضايا، هذا الملف يمثل أحد القضايا الرئيسية للمأساة اليمنية وأحد الأوجه أو لهذه المأساة. للأسف الشديد رغم الدعوات المتكررة منذ يعني سنوات بوضع حد لهذه المأساة ولهذه المعاناة، معاناة المعتقلين والمختطفين، سواء المختطفين في سجون الميليشيات شمالا أو جنوبا في المناطق التي يطلق عليها محررة، بينما للأسف الشديد لا تزال مراكز الاعتقال كلها خارج يعني نطاق صلاحيات مؤسسات القضاء، ويمارس فيها صنوف التعذيب والتنكيل بالمختطفين. رغم كل هذه الدعوات لا تزال مأساة المختطفين والمعتقلين قائمة حتى هذه اللحظة. في اتفاق ستوكهولم كان ملف المعتقلين أحد أجندة المشاورات، وتم توقيع اتفاق مع ميليشيا الحوثيين من أجل تبادل أسرى الكل مقابل الكل، الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا، لكن حتى هذه اللحظة أيضا لم يشهد هذا الملف أي تقدم، بل على العكس من ذلك لا تزال ميليشيا الحوثيين في الشمال تمارس الاعتقالات والاختطافات بحق الناشطين والمعارضين لسلوك الميليشيا. في الجنوب أيضا مئات المختطفين والمخفيين قسريا في مراكز اعتقال أنشئت بعد دخول قوات التحالف إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولا تزال هذه المراكز في يعني بعيدة عن سلطة النيابة ومؤسسات القضاء. نعم، إذا سيد محمد الأحمدي الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من فيينا رئيس مؤسسة سام للحقوق والحرية أستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، إذا مناشدة جديدة لرابطة أمهات المختطفين وحديث يتكرر عن وضع مأساوي يعيشه المعتقلين في سجن بير أحمد، أنتم في منظمة سام ربما أكثر منظمة متفاعلة وتتحرك بهذا الإطار، اطلعنا على آخر تحركات منظمة سام بهذا الخصوص.
مساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. في حقيقة الأمر كان آخر اليوم آخر التحركات بشأن ملف المعتقلين هو عبر الملف الإنساني والصحي المتعلق بأزمة كورونا خاصة، وأن هنالك انتشار غير مسبوق ربما لهذا الوباء في المحافظة في العاصمة صنعاء إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودون وجود الآن رؤية واضحة معلنة سواء من قبل ميليشيات جماعة الحوثي أو حتى من قبل المجلس الانتقالي. هذه الرؤية تتضمن كيفية التعامل مع الأزمة الصحية داخل السجون. نحن ربما نصدر قريبا رؤية قانونية متعلقة بهذا الأمر، لأن التجاهل حتى هذه اللحظة مع احتمالية وصول المرض إلى داخل السجون وعجز الأطراف المسيطرة على الأرض عن كبحه واتخاذ إجراءات احترازية فاعلة ومؤثرة يرفعهم إلى مستوى القتل العام، بمعنى أن الإهمال الطبي في مثل هذه الحالة يجعل الأطراف المسيطرة في عدن والأطراف المسيطرة في صنعاء أو في أي منطقة خاصة مع النداءات الدولية يرفعهم إلى مستوى القتل العمدي من خلال الإهمال الطبي الذي يواجهونه في هذه اللحظة. أمس كان في دعوة ربما أطلقها عبد القادر المرتضى مسؤول ملف الأسرة لدى جماعة الحوثي على صفحتي على صفحة الفيسبوك، وعن استعدادهم لإطلاق الدفعة التي وقع عليها في عمان العاصمة الأردنية قبل أسبوعين، إلا أن أعتقد إلى حد الآن لم يوجد أي ردة فعل من قبل حكومة حتى هذه اللحظة. لكن أعتقد للأسف الشديد أن أهم ما أدى إلى تعثر هذا الملف أولا انعدام الثقة بين الأطراف، والأمر الثاني تحول ملف المعتقلين من ملف إنساني حقوقي قانوني إلى ملف سياسي كورقة سياسية كل طرف يحاول أن يستفيد منها قدر الإمكان، إضافة إلى أنها لم تعطى حقها من المشاورات والدراسات والبحث في ستوكهولم، وتم التوقيع على عجل بحيث كان المفترض أن يناير 2019 يكون بداية الإفراج، إلا أننا اليوم بعد عام كامل ما زال الملف يعني يراوح مكانه، مما يؤكد على أن العراقيل والهوة عميقة إلى حد إلى هذه اللحظة يعني. لكن ما نريد أن نؤكد عليه اليوم على أن هذا الملف سيتحول إلى كارثة، كارثة تتحمله الأطراف المسيطرة في عدن والأطراف المسيطرة في صنعاء، وخاصة لدينا يقين تام هذا اليقين أن الوباء بدأ داخل السجون، ولدينا أسماء ولدينا حالات موثقة لدينا. نعم، والأطراف الحكومية أو المسيطرة للأسف الشديد غير قادرة على عمل شيء، مما يجعلها تتخذ ملف كورونا كوسيلة من العذاب والقتل العمدي. نعم، إذن رئيس مؤسسة سام للحقوق والحرية كنت معنا من فيينا سيد توفيق الحميدي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من تعز مدير مكتب أمهات المختطفين سيدة أسماء الراعي. مرحبا بك سيدة أسماء. أمت السلام الحاج، عفوا السيدة أمت السلام الحاج. إذن الرابطة تصف وضع المعتقلين في بير أحمد بأنهم يواجهون الموت البطيء، كيف هي الأوضاع؟ اطلعينا أكثر عن أوضاع المعتقلين في بير أحمد. حياكم الله. طبعا نشكر الأستاذ توفيق على توصيفه للحالة التي تمر بها أو يمر بها المختطفين والمعتقلين في داخل السجون. الذي يعانيه المختطفين أو المعتقلين في بير أحمد شيء يعني كارثي بمعنى الكلمة. تلقينا أمس بلاغ من داخل السجن أن وضعهم سيء للغاية، وأهالي المختطفين يناشدون ويناشدون الرابطة بأن تقف معهم وأن توصل صوتهم إلى العالم بأن هؤلاء المعتقلين داخل السجون يموتون ببطء، وأيضا حذروا أنهم سيدخلوا في إضراب متواصل حتى يموتوا. ليس عدقا أن يموتوا أفضل مما يجلسوا في هذا العذاب المستمر.
لا كهرباء موجودة، لا غذاء موجود، لا شيء عندهم متوفر، لا شروط سلامة، الزلازل متكدسة، كل هذه الظروف. هذا في بير أحمد. أيضا إلى جانب ذلك المختطفين في صنعاء وفي سجون صنعاء نفس القصة، وفي الأخير يأتي المفتضى وغيره يزايدوا بقضية المختطفين. المختطفين قضيتهم قضية إنسانية. الآن يواجهوا جائحة كبيرة كبيرة، العالم كله واجهها ولن يستطيعوا أن يصمتوا هؤلاء الناس. هؤلاء مظلومون، هؤلاء مظلومون يا ناس، أنقذوا هؤلاء الناس من هذه الوباء المنتشر. لا تجعلوا هذه القضية الإنسانية قضية مزايدات وقضيات سياسية ومماحكات سياسية. لو كانوا صادقين هؤلاء الحوثيون وغيرهم سيبدأوا يفرجوا عن الناس حتى إفراج تدريجي، يخرجوا الناس يحتجروا في بيوتهم، يتغذوا ساعة الناس، يأكلوا ويشربوا. أما أنهم يحجزوهم، لا هم الذي أعطوهم ما يكفيهم وشروط السلامة الكاملة، ولا هم الذي تركوهم. هذه مأساة، وسنحمل الجميع الشرعية والتحالف والانتقالي والحوثيين والأمم المتحدة والجميع سكوتهم عن هذا الحاصل في هذه السجون تجاه أبنائنا. لنا سنين ونحن نناشد، لنا سنين ونحن نصيح ونصايع ونوقف ونعمل بيانات، ولا أحد يسمعنا. أين هذا العالم؟ أين الناس؟ أين الضمير الإنساني؟ يا ناس حرام حرام هذا الذي يحصل. ما عاد في أحد يساندنا إلا أنتم كبلقيس أو القنوات المحترمة الباقية. أما الباقي يعطونا صمت قاتل. ليش هذا الظلم الحاصل في هذا العالم على هذه الفئة المظلومة؟ نعم، إذن رئيسة رابطة أمهات المختطفين في عدن مدى السلام الحاج، شكرا جزيلا لك. إذن بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي وأشكركم على حسن المتابعة. في أمان الله.